ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانية. هذا الجيل اللي من الشبان التوانسة ومن الشباب التونسي اللي صنع الثورة وساهم في إنتاجها وساهم في انتصارها، وصفته في وقت من الأوقات، وذا تصريح قريناه وعمل شوية ضجة، وصفت الأجيال التي تخرجت من جامعات بورقيبة ضحية برامج تعليم فاسدة ولا يمكن التعويل عليها، لأنها مستعدة لبيع البلاد والاتجار بسيادتها، وفي حين أنك أنت موجود لهنا قدامي بفضل هذه الأجيال ومجهودها وتضحياتها ودمائها. هل يمكن أسألك عن هذا النص أين ورد؟ ورد في الصحافة. أي صحيفة؟ ممكن تسميه الصحيفة؟ والله ما عندي اسم الصحيفة، ولكن قريت برشا ردود عليها، ما قريتش حتى تكذيب من عندك. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا. الذين يتخرجون من الجامعات اليوم التونسية عددهم أكبر، نعم، ولكن يتخرجون غير مسيسين، وبالتالي يتخرج ناس يعني بيروقراط يمكن يعيشوا يمكن يبيعوا البلد، ولكن ما همش مهيئين ليشاركوا في فكر سياسي وفي نهضة بلد وفي التفكير له. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا يقولش. ما قلتش الكلام هذا يقولش. الآن تونس تفرخ في الحقيقة، تفرخ الإرهاب، تصدر للغرب، تصدر للغرب مجموعات من الشباب تمارس العنف. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا يقولش. ما قلتش الكلام هذا يقولش. الجيش هذا هو مجرد احتياطي للبوليس، يعني عندما يعجز البوليس المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. المهام الأكثر قذارة تعطى للجيش. هذا النص ليس صحيح. ليس صحيح. ما قلتش الكلام هذا يقولش. ما قلتش الكلام هذا يقولش. ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانية. ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانية. الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانية. ثورة الكرم، ثورة العدالة، ثورة الحرية، لن تكون الإخوانية.